يقول حفظكم الله وأحسن إليكم: إذا رأى رجل في المنام ما يكره إذا رأى رجل في المنام ما يكره ثم أراد أن يتعوذ من الليل وهو على جنابه، فهل يجوز له التعوذ؟ اي نعم، ما يمنع الا من القران، اما التعوذ والدعاء فلا يمنع منه الجنب، يعمل ما وردت به السنه ولو كان جنبا، انما يمنع من تلاوه القران فقط. نعم.